إذن مستمعينا اليوم في دوازتين اقترح لكم كيكة سهلة بالشوكولات وبالفواكه الجافة. غادي نحتاجو في المقادير باش نحضروها الجوج ديال البيضات، 8 المعالق كبار ديال السكر سنيدة، 4 المعالق كبار ديال زيت المائدة، 8 المعالق كبار ديال الحليب سائل، 2 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، ديك بودرة الكاكاو المر، معلقة كبيرة ديال الخميرة الحلوة، يعني ما كاملاش خمارة واحدة، يعني غير معلقة كبيرة ديال الخميرة الحلوة، وتقريبا غادي نحتاجو 10 المعالق كبار ديال الدقيق الفورس من النوع الجيد الخاص بالحلويات. غادي نحتاجو شويه ديال الشوكولات للتزيين او الشوكولات للدهن، يعني اللي كندهنوا الوليدات في الصباح، هذاك الشوكولات يكون يعني كريمي، ممكن اننا نديروه كتزيين. وغادي نحتاجو شويه ديال المكسرات اولا شويه ديال الفواكه المعسله اللي كتكون بالالوان، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم في التزيين. غادي نعاود كيكه بالشوكولات وبالفواكه الجافه اولا بالفواكه المعسله على حسب الاختيار ديالكم. غادي نحتاجو كقاعده ديال الكيك 2 بيضات، 8 المعالق كبار ديال السكر سنيده، 4 المعالق كبار ديال زيت المائده، 8 المعالق كبار ديال الحليب سائل، 2 المعالق كبار ديال بودره الكاكاو، يعني 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر داك المسوس ماشي الحلو، معلقه كبيره ديال الخميره الحلوه، 10 المعالق كبار ديال دقيق الفورس، وقلنا للتزيين شويه من الفواكه المعسله دوك اللي بالالوان. دابا راه كاين من غير الاحمر والخضر والصفر كاين لوينات اخرين، وممكن اننا نعوضوا الفواكه المعسله بالفواكه الجافه. عندنا لوز، تمر، زبيب، لوز كونكاسين، هكا نخلطوا واحد الحفنه صغيره ونديروها للتزيين، وقلنا الشوكولات العادي او الشوكولات للدهن. غادي نمشيو للطريقه. بالنسبه للطريقه ديال الكيك بالشوكولات، اول حاجه غادي ناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وغادي نديروا فيه دوك 2 بيضات مع 8 المعالق كبار ديال السكر سنيده، يتخلطوا مزيان دوك 2 بيضات مع 8 المعالق كبار ديال السنيده حتى كتذوب ديك السنيده في البيض. من بعد كنضيفوا 4 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده، زيت الروميه، كنعاودوا نضربوا بالكاس ديال الخلاط الكهربائي، ونضيفوا 8 المعالق كبار ديال الحليب السائل ونطربوا واحد شويه. من بعد كنضيفوا 2 معلقات كبار ديال الكاكاو المر داك المسوس اللي كيكون اللون ديالو يعني شوكولاتي غامق، وكنخلطوا. كنضيفوا كذلك معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلوه و10 المعالق كبار ديال الطحين فورس، وكنخلطوا هاد المقادير كلها مع بعضيها حتى كنحصلوا على عجين ديال الكيك. يعني 2 بيضات يتخلطوا مع 8 المعالق كبار ديال السنيده، ملي كيضربوا مزيان سواء بالطراب ولا بالخلاط الكهربائي ولا غير بالطراب اليدوي، ملي كيتخلطوا مزيان وديك السنيده كتذوب في البيض، نضيفوا 4 المعالقات كبار ديال الزيت ونخلطوا، نضيفوا 8 المعالق كبار ديال الحليب سائل ونخلطوا دائما، ثم 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر داك المسوس وحنا كنخلطوا، وفي الاخر كنضيفوا معلقه كبيره ديال الخميره الحلوه، يعني خماره وحده ما كاملاش، نهزوا منها غير معلقه كبيره ديال الخميره الحلوه، و10 المعالق ديال الطحين فورس الخاص بالحلويات. كنخلطوا، كنحصلوا على عجين ديال الكيك اللي لون ديالو شوكولاتي غامق بما انه درنا 2 معالق ديال بودره الكاكاو، ومباشره كناخذوا القالب ديال الكيك اللي يعني الشكل اللي بغينا، كندهنوه مزيان بالزبده ونرشوه بالدقيق، وكنفرغوا هاد يعني العجين ديال الكيك كله كنفرغوه يعني في القالب ديال الكيك، وكنحطوا فوق منه شويه اما من الفواكه المعسله ديك اللي بالالوان احمر وخضر وصفر مقطعين طريفات صغيورين، وكنديروهم هكا، كندردروهم هكا من الفوق بطريقه عشوائيه من فوق الكيكه. ممكن على انه نديروا الفواكه الجافه دوك المكسرات، ناخذوا مثلا لوز كونكاسي او اللوز العادي ونقطعوا شويه، القرقاع، التمر، الزبيب، الشريحه مثلا، هادو كلهم تكون عندنا حفنه ونقطعوهم طريفات صغيورين، اما نخلطوهم مع هاد الفواكه المعسله ونديروهم في الوجه ديال الكيك، اما نديروا الكيكه نزينوها اما بالفواكه الجافه بوحدها يعني الفاكهه، اولا نزينوها بالفواكه المعسله، اولا نخلطوهم بجوج على كميه قليله كنخلطوها، ومباشره كندخلوها للفران حتى كطيب وكتحمر بطريقه العاديه، كل سيده على حسب الفران ديالها. ملي كنخرجوها عاديك الساعه كنديروا اما ندوبوا شويه ديال الشوكولات وكنديروه من الفوق، اولا كناخذوا فقط غير داك الشوكولات للدهن اللي كندهنوا الوليدات في الخبز اولا يعني توست اولا يعني لي كريب، هذاك الكميه ناخذوا واحد 2 معلقات كيكون هو كريمي يعني سائل اننا ندهنوا به الوجه ديال الكيكه، وكندوزوا على ديك الكيكه من الفوق، كنعاودوا نرشوا يعني اي حاجه درنا مثلا فواكه معسله
من التحت ودرنا الشوكولات ملي طابت ممكن ان نديرو غير واحد جوج ديال الفواكه المعسله. كغابيل بان راه هاد الكيكه فيها لداخل فواكه معسله. الا درنا المكسرات راه ممكن ناخذ مثلا غير تميره ونقدروا في الوسط ديالها مثلا قرقاع مهرمشه ونديروها في يعني كنوع من التزيين على اساس انه هاد الكيكه كيبان على انه راه فيها الفاكهه او لا فيها الفواكه الجافه. هاد الكيكه ما كتجيش طالعه بما انه فيها غير معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلوى، فما كتجيش طالعه، كتجي يعني بحال شكل ديال التورته، كتجي نازله ولكن لذيذه. ونتمنى انكم تجربوا هاد الاقتراح ديال الكيك بالشوكولات بالفواكه الجافه او الفواكه المعسله، وبالصحه والراحه.